المدرسة في جنيف. في جنيف المدرسة عمومية وعلمانية ومجانية وإلزامية حتى سن 18 سنة، وتنقسم إلى ثلاث مراحل وفقاً لعمر التلاميذ. المدرسة الابتدائية للتلاميذ من 4 سنوات إلى 12 سنة، الطور التوجيهي من 12 إلى 15 سنة، وأخيراً التدريب العام أو المهني ما بين 15 سنة و 18 سنة. مهمة المدرسة العمومية هي التعليم الذي يمكن جميع الطلاب من اكتساب أفضل المعارف والمهارات لحياتهم المستقبلية. تولى أهمية خاصة لكل طفل لتوفير البيئة المدرسية الأنسب له، فمهما كانت احتياجاته أو إعاقته أو أصله وظروفه المعيشية، يجب أن يكون قادراً على متابعة تعليمه في أفضل الظروف الممكنة. معلومات عملية والعلاقة بين الأسرة والمدرسة. يمكن التسجيل في المدرسة طوال العام الدراسي عموماً في غضون 3 أيام. تبدأ السنة الدراسية عادة في نهاية شهر آب أغسطس وتنتهي في نهاية شهر حزيران يونيو أو بداية شهر تموز يوليو. هناك 5 فترات للعطل في السنة: عطلة الخريف وعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وشباط فبراير وعيد الفصح والصيف. في خارج هذه الفترات والعطل الرسمية يجب تبرير أي غياب للطفل، وإذا كان مريضاً فعليه البقاء في المنزل وإعلام المدرسة. عند عودته يجب أن يكون معه مبرر خطي منك يحدد السبب ومدة الغياب. سيطلب منك شهادة طبية في حال تمديد فترة غيابه، ويتلقى طفلك دفتر ملاحظات يحتوي على الكثير من المعلومات حول المدرسة: جدول التوقيت، أسماء المعلمين، أرقام الهواتف، العناوين المفيدة، وتواريخ العطل وما إلى ذلك. هو وسيلة للتواصل بين المدرسة والوالدين لتدوين أي رسالة أو طلب مقابلة، كما عليهما توقيعه بانتظام. غالباً ما يطلب من الوالدين التوقيع على وثائق مثل ورقة المعلومات أو دفتر التلميذ أو كشف العلامات المدرسية. يعتبر توقيع الوالدين كشهادة منهما باطلاعهما على هذه المعلومات. ترغب المدرسة بالتعاون مع الأسر وخلق مناخ من الثقة. يرسل كشف العلامات المدرسية في مختلف المواد 3 مرات في السنة. أفضل علامة تعطى هي 6، العلامة الكافية هي 4. يمكن أن تحل التقييمات الكتابية محل العلامات، كما هو الحال في صف الاستقبال. فضلاً عن المعلمين، يشارك أشخاص آخرون في المدرسة من مهنيين في المجال الصحي والاجتماعي لضمان رفاهية الطفل. المعلمون تحت تصرفك للإجابة على مختلف أسئلتك المتعلقة بدراسة طفلك. خلال العام تقام أيضاً اجتماعات منتظمة مع المعلمين بشكل فردي أو جماعي مع باقي أولياء التلاميذ. ويمكن طلب مترجم بلغتك لحضور هذه اللقاءات. يتكفل المعلم باستدعاء المترجم. المدرسة الابتدائية وأقسام الاستقبال. المدرسة الابتدائية هي المرحلة الأولى من التدريس الإلزامي، فهي تخص التلاميذ الذين من 4 سنوات إلى 12 سنة، تمتد على مدار 8 سنوات مقسمة إلى طورين: الطور الأولي من السنة الأولى إلى السنة الرابعة من الابتدائي للتلاميذ من 4 إلى 8 سنوات، والطور المتوسط من السنة الخامسة إلى السنة الثامنة من الابتدائي للتلاميذ من 8 إلى 12 سنة. إن تلاميذ السنة الرابعة إلى السنة الثامنة من التعليم الابتدائي من 7 سنوات إلى 12 سنة الذين وصلوا للتو إلى جنيف، والذين لا يتحدثون ولا يكتبون الفرنسية بما يكفي لمتابعة الدروس، يسجلون بنصف دوام في صفوف عادية وبنصف دوام في صف الاستقبال. يمكن للتلميذ البقاء في صف الاستقبال لمدة أقصاها 12 شهراً، ويجري بانتظام تقييمات لرصد التقدم المحرز. إن مستواه في اللغة الفرنسية هو الذي سيحدد انتقاله إلى الصف العادي. تقترح المدرسة فروضاً مدرسية تحت المراقبة بعد فصول بعض الظهر حسب جدول زمني يوزع في بداية السنة. خلال استراحة الغداء وبعد الفصل تتكفل منظمة جياب بالأطفال فتقدم لهم مرافقة
ووجبة الغداء أو وجبة خفيفة وأنشطة من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة السادسة مساء. انتبه، هذه الخدمات ليست مجانية. طور التوجيه وصفوف الاستقبال: يتم تسجيل الأطفال الذين ما بين 13 إلى 15 سنة في طور التوجيه. هذه السنوات الثلاث التي تسمى التاسعة، العاشرة والحادية عشرة هي خطوة مهمة تحدد توجههم التعليمي أو المهني في المستقبل. لطفلك معلم رئيسي يسمى معلم الصف، الذي يمكنك الاتصال به إذا كان لديك أي سؤال. وهناك معلم خاص لكل مادة: الفرنسية، الرياضيات، التربية البدنية إلى آخره. إن التلاميذ الذين وصلوا للتو إلى جنيف والذين لا يتحدثون ولا يكتبون الفرنسية بشكل كافي يسجلون أولاً في صف الاستقبال وبدوام كامل. الهدف هو أن يتمكن الطفل من تعلم الفرنسية والعادات المدرسية في جنيف بسرعة للحاق في أسرع وقت ممكن في قسم صف عادي. كما في المدرسة الابتدائية تنظم فروض خاضعة للإشراف بعد صفوف بعد الظهر وفقاً لجدول زمني يوزع في بداية السنة. وبعد دورة التوجيه يمكن اتخاذ عدد من الخيارات التدريبية. الطور الثاني: التكوين المهني والتعليم العالي. للتلاميذ غير الناطقين بالفرنسية من عمر 15 إلى 19 سنة تقترح خدمة استقبال التعليم الثانوي دروساً مكثفة باللغة الفرنسية وتحسين المستوى في المواد الأخرى لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، وذلك لتمكين الطالب من الوصول إلى مختلف الدورات التكوينية العادية وفقاً للمستوى المكتسب، وهي ما قبل التمهين. التمهين للحصول على شهادة التكوين المهني AFP، التمهين للحصول على الشهادة الفيدرالية للكفاءة CFC، المدرسة الثقافية العامة أو الكلية. وتؤدي كل هذه الدورات التكوينية أما مباشرة إلى التوظيف أو تفتح الطريق للجامعة أو المدارس العليا المتخصصة. يمكن للأشخاص الذين اضطروا إلى إيقاف دراستهم الجامعية أو الذين أكملوا تعليمهم الثانوي قبل وصولهم إلى جنيف التسجيل في برنامج أوريزون أكاديميك الذي يعد للدراسات الجامعية في سويسرا. مكتب التوجيه والتعليم المهني والتعليم المستمر OFPC هو المكان الذي ستجد فيه جميع المعلومات المتعلقة بالتكوين في جنيف: التوجيه، المنح الدراسية، والاعتراف بالشهادات الأجنبية. لا تتردد في الاتصال بهم أو زيارتهم. مرحبا بك في جنيف، نحن هنا لمرافقتك.